اه حبيبي، مالك يا حبيبي؟ تعالى اقعد يا حبيبي. مالك؟ ايه اللي في رجليك يا لهوي؟ انت ايه يا ابني؟ انت تايس في ايه؟ تايس في حديقة العاب ولا ايه اللي في رجليك دي؟ ومش عارف انتوا كلكم بتقعدوا تتعبوا وتاكلوا الدكتور ليه؟ ما تروحوا لاي حد تاني، مش لازم الدكتور يعني يقول يكشف عليكم، ممكن بتاع حمير يكشف عليكم برضك عادي. ايه يا عم مالك انت كمان يا حبيبي؟ يا لهوي بقى نرجع للكيافة والقرف تاني. انتوا يا جدعان ما بتستحموش خالص يا جدعان، لازم انا اللي انضفكم يعني ولا ايه؟ مش عارف اقسم بالله. يلا يا حبيبي كده 100 100. ايه لسه في حاجه تانية ولا ايه؟ يا شرط النيل يا جدعان، اقسم بالله انا دكتور، ما انا مش حلاق، اقسم بالله انا دكتور. قال لي جايبكوا عندي، انا مش عارف انتوا كنتوا في المكان الغلط، بس اي حاجه بتجيب فلوس. والطوافر ايه دي؟ ما تقص طوافرك في بيتك، اهم حاجه ما تشيل الله ياكل فلوس. يلا سلام.